نكمل مع بعض يا جماعة. يبقى احنا دلوقتي في السؤال نمبر 25، بيقول لك سيرم لايبيز ليفل انكريز ان، طبعا ده بيحصل في حالة الاكيوت بانكرياتايتس، وطبعا دي حاجة حفظ يعني، دي ما فيهاش كلام، ده حفظ ما فيهاش شرح. سيرم اسيد فوسفيت ليفل نمبر 26، سيرم اسيد فوسفيت ليفل انكريز ان، ده بيحصل في حالة الميتاستاتيك كارسينوما اوف بروستيت. تمام. بعد كده عندنا بسم الله الرحمن الرحيم نمبر 27، the isoenzymes LDH5 انا لسه قايلها من شويه is elevated in، طبعا احنا قلنا ال LDH5 indicator ليه؟ للليفر ديزيز، ولو فاكرين ال LDH3 indicated لللانج ديزيز، وال LDH1 و2 indicated للهارت. جميل. طيب في 28 اهو اتكلم على LDH1 is elevated، elevated يعني يرتفع يا جماعه في حاله المايوكارديال انفراكشن، اللي هي اي حاجه في الكارديا، يعني ان احنا قلنا ان ال LDH1 indicated للهارت. طيب 29 طبعا كارديا يعني هارت يا جماعه، الكارديا يعني هارت، في الاكسبريشنز كده ميديكالز لايك رينال معناها كلوي، كارديك يعني هارت، نيورال يعني اعصاب وما الى ذلك. طيب 29 examples of enzyme specificity، هل الستيريو سبيسيفيتي اكزامبل احنا خدنا تقريبا 5 او 4، الرياكشن سبيسيفيتي السبستريت سبيسيفيتي فعلا، يبقى هنضطر نختار all of this. تعالوا كده نشوفهم مع بعض موجودين في الانزيمز، نشوفهم اهو بسم الله الرحمن الرحيم. موجودين في تقريبا انا كنت عامله في المحاضره بتاعه الانزيمز مع بعض كده لحظه عشان برضو تشوفوهم اهو يا جماعه، المحاضره بتاعه الانزيمز اهو يا جماعه، زي ما احنا كنا شرحنا مع بعض في المحاضره، احنا عندنا كذا تايب من السبيسيفيتي، عندنا الدول سبيسيفيتي، عندنا الجروب سبيسيفيتي اللي هي بنسميها الاستراكشرال سبيسيفيتي، عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الستيريو سبيسيفيتي او الاوبتيكال سبيسيفيتي، وكذلك عندنا الابسوليوت سبيسيفيتي. جميل. فبالتالي كنا احنا مضطر نختار ايه all of this في الاكزامبلز اوف انزايم سبيسيفيتي. نمبر 30 انزايمز which catalyze binding of two substrate by covalent bond are known as ليجيزز. يا جماعه ما احنا اتفقنا ان ليجيزز والهيدرولايزز والاوكسيديزز اند ريدكتيزز دول كل واحده ليهم شغلهم. الليجيزز اسمها بالعربي انزيمات الربط، ودي بتبقى موجوده زي ما قلنا قبل كده برضو ان هي موجوده كتير في الدي ان ايه، هي اللي بتعمل الكوفالنت بوند بين النيوكليوتيدز اوف دي ان ايه. 31 ماكسيمم انزيمز اكتيفيتي از ابزورفد ات يعني بتظهر الماكسيمم اكتيفيتي اوف انزيمز فين؟ طبعا بتظهر في الاوبتيمم تي اتش. كم جميل. هنا على فكره مدينا اسيديك ونيوترال وبيزك، طبعا البيزك والنيوترال والاسيديك اللي هي الحامضيه والمتعادله والقاعديه، هو اي نعم وارد يكون في انزيم بيبقى الماكسيمم اكتيفيتي بتاعته في الاسيديك زي البيبسين، بس دلوقتي احنا بنتكلم على انزيم في المطلق، ف اكيد لازم كلهم يبقى في الاوبتيمم بتاع اتش واحد بقى منهم. Which of the following statement is true? Enzymes have name ending ASC. ناس كتير هتقول المقطع ASC اللي بيتقال في الاخر اللي سميناه suffix موجود في معظم الانزيمات زي لاكتيز ومالتيز وساكريز وما الى ذلك، بس في انزيمات ما بتنتهيش بيه زي البيبسين زي التريبسين زي البيبسين والتريبسين بلاش تاني. طيب وانا ما اقدرش اختار ايه دي؟ طب ابص على سي. Enzymes are living organisms، هي الانزيمات دي كائنات حيه عايشه معانا؟ لا طبعا. طيب Enzymes get activated on heating، هي بتنشط في الحراره؟ لا ده احنا لسه قايلين عليها thermolabile يعني حساسه لدرجات الحراره خالص. فنبقى مضطرين نختار Enzymes are highly specific in their actions. جميل. بعد كده بيقول لك 33 an enzyme catalyzes the conversion of an aldose sugar to ketose
أو كيتوز شوغر، يعني الإنزيم اللي بيحفز تحول الألدوز إلى كيتوز. إيه الكلام ده؟ عندنا سكر ألدوز وليكن زي الجلوكوز، الجلوكوز ده سكر ألدوز يعني في مجموعة ألدهيد. الفركتوز سكر كيتوني يعني في مجموعة كيتون على الكربون أتوم نمبر 2. جميل، احنا ممكن نحول الجلوكوز لألدوز والألدوز لجلوكوز، وبنسميها ساعتها بنسميهم ساعتها ايزومر لبعض، يعني بنقول ان الجلوكوز ايزومر للفركتوز والفركتوز ايزومر للجلوكوز. طب نحولهم ازاي؟ بالايزوميريزز انزيمز، بانزيمات الايزوميريزز. طيب نمبر 34، the function of enzyme is to cause chemical reactions that would not otherwise take place. يعني reactions من غير الانزيم مش هتحصل، لا ده هو داخل يعمل accelerate مش داخل يحدث الانزيم. طيب change the rate of chemical reactions، دي عرفناها وتأكدنا منها، حتى لو انتوا فاكرين خدناها في محاضرة الانزيمات في الانترودكشن اوف انزيمز، برضو كانت اول سلايد في الانترودكشن اوف انزيمز. طيب كلام جميل، نشوفها مع بعض سريعا كده. اهي في السلايد الاولى بتاعت الانترودكشن اوف انزيمز كان عندنا اهي يا جماعة في المحاضرة بتاعت الانزيمز مكتوب هنا، هو احنا هنا بنسأل عليه، بنقول ان هي بتعمل change the rate of chemical reactions، فعلا هي كانت بتأثر على الكيميكال رياكشنز ان ذا سيل. طيب كلام جميل، بعد كده السؤال 35، water may be added to double bond without breaking the bond. يعني احنا عايزين نحط نعمل رياكشن من غير ما نكسر البوند، وطبعا ده هنعمله بالهيدروليسيز او بانزيمات الهيدروليسيز. طيب جميل، بعد كده 36، digestive enzymes are examples for which enzyme class. digestive دي تبع ايه؟ يعني ايه digestive؟ يعني الانزيمات الهضمة. هي عملية الهضم بتحصل ازاي؟ بالعربي كده اسمها hydrolysis of substrate by helping of enzymes. يعني انا بحلل الاكل بالمية وبمساعدة الانزيمات، يبقى انا هختار hydrolysis enzymes. اجي طيب 37، the temperature at which the maximum activity of the enzymes is. طبعا السؤال ده يعتبر مقرر، طبعا في الاوبتيمم حصل من شوية على برضو temperature، السؤال ده يعتبر مقرر. 38، as the product's concentration increase the activity of enzyme طبعا decrease، لان احنا كنا شرحنا وقلنا ان formation of products عملية تكوين المنتجات او نواتج التحلل ده او نواتج التفاعل ده بتقلل من نشاط الانزيم. 39، which steps causes activation of catalytic sites of the enzyme. ايه اللي بيخلي الكاتاليتيك سايت في الانزيم اللي هو الاكتيفيتد سايت بالانزيم يشتغل؟ اكيد الفورميشن اوف انزيم سبستريت كومبلكس. الكاتاليتيك انزيم مش هيشتغل، مش شغال عمال على بطال، لا هو مستني اللي هو السايت اوف اكشن اللي احنا شفناه في الانزيم. السايت اوف اكشن ده ما بيشتغلش اللي هو الاكتيف اكشن او الاكتيف سايت، ما بيشتغلش غير لما بيدخل فيه سبستريت ويتكون الكومبلكس اللي عباره كومبلكس يعني مركب او معقد عباره عن الانزيم والسبستريت بتاعته. نمبر 40، excessive increase in temperature of medium causing the enzymes molecule 2. يعني الارتفاع الزياده عن الحد في درجه الحراره يحدث ايه؟ طبعا بيعمل ايه؟ بيعمل denaturated او denaturated. جميل. نمبر 41، a substance which binds at the active site of the enzyme but does not result in the formation of the products is called. يعني الراجل بيقول لك في ماده بتمسك في الاكتيف انزيمز بتاع الانزيم وما بتطلعش في البرودكت، طلعش في المنتجات دي. ايه دي؟ الكومباتيتيف. لو احنا فاكرين كومباتيتيف اللي كان بتعمل انهيبشن للانزيم او بتعمل ديكريز للرياكشن، الكومباتيتيف اللي هي المواد اللي بتحاول تاخد مكان الاكتيف سايت مطرح السبستانس. يعني احنا قلنا السبستريت بتدخل تقف في الاكتيف سايت بتاعت الانزيم دي، الكومباتيتيف دي اللي بنسميها كومباتيتيف، يعني بالعربي يعني الناس بتتصارع على 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 شيء، هما الاثنين عندنا كرسي واحد وانا بقول اقعد عليه وانت تقول لا انت اللي تقعد عليه، ف
فاحنا الاثنين بنتصارع على الكرسي، فلما بتدخل الانهيبيتورز تمسك فيه الاكتيف سايت، فطبعا ده بيقلل نشاط الانزيم خالص جدا. طيب 42 a chemical substance which can react with the enzymes blocks is an active site temporarily or permanently is called. يعني اللي بتعمل بلوك للاكتيف سايت يا اما temporarily مؤقتا او permanent باستمرار، طبعا دي الانهيبيتورز. Blocking of enzymes action by blocking its active site is، يعني ان انا اوقف الانزيم بان انا اقفل الاكتيف سايت بتاعته. دي برضو مين اللي بيدخل يعمل كده؟ الكومبتيتيف اللي هي الانهيبيتورز بتدخل تقف جوه الاكتيف سايت، فتيجي السبستريت تمسك مع الانزيم تلاقي مكانها مشغول. انا خدته خلاص مطرحك، انا بنفسك على هذا المكان وخدته منك، يبقى اختار الكومبتيتيف انهيبيشنز. طيب 44 the polypeptide or protein، ما الاثنين حاجه واحده، بس البوليبيبتايد ابسط شويه من البروتين، سلاسل قصيره شويه، عدد الامينو اسيدز فيها قليل شويه. Part of the enzyme is called الابو انزيم، وانها كتير. Turnover number، ده جميل بقى، turnover number ده سؤال جميل جدا، نشوفه مع بعض عشان ناخد الديفينيشن بتاعه. خليكم معايا لحظه، اهو يا جماعه turnover number، turnover number مع بعض كده نبص عليه، اهو turnover number. ايه هو turnover number؟ It's the number of substrate، يعني the number of substrate molecules، يعني عدد جزيئات المادة المتفاعلة. مالها؟ changed by one mole of enzyme per minute، يعني نقولها بالراحة، يعني في الدقيقة الواحدة لو انت حطت مول من الانزيم، مول دي كمية انزيم، كمية الانزيم مقاسة بالمول. لو انا عندي مول of enzyme حطيته على سبستريت، حطيته على مادة، المول اوف انزيم ده كل دقيقة هيكسر كم مولكيول من السبستريت؟ يبقى التيرن اوفر نمبر محتاج تديله عدد سبستريت مولكيولز حصل لها عملية تكسير بالفعل. جميل، يبقى هنا نشوف السؤال بيقول ايه. The turn over number of an enzyme is dependent upon ايه بقى؟ الاكتيف سايت طبعا، لان عدد المولكيولز اوف سبستريت اللي هتتكسر معتمده على الاكتيف سايت، هو اللي بيكسرها. تمام 46 each enzymes only has one substrate that will feed its active site. What is this called؟ يعني بيقول لك ان كل انزيم بيبقى عنده سبستريت واحده بتدخل في الاكتيف سايت بتاعته، دي نسميها ايه؟ نسميها سبيسيفيتي، تخصصيه. طيب 47 any substance that is acted upon by an enzyme is called، الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم اسمها ايه؟ سبستريت. جميل 48 what happens when enzymes are heated to a high temperature، ايه اللي هيحصل لما نرفع درجة الحرارة؟ تقريبا السؤال ده برضو معاد، هنقول the enzymes is denatured، أو هيتم فيها تغير في طبيعته الكيميائية. What is the functions of enzymes؟ وظائف الإنزيمات إيه يا جماعة؟ enzymes speed up chemical reactions، طبعا تعمل breakdowns themselves، بتكسر نفسها، لا slow down chemical، لا دي ممكن تكون كاتاليتيك تعمل سلو داون، انما الانزيمات لا، مش من اخلاقها خالص الكلام ده. انزيمز كومباين برودكت تو فورم رياكتنت، لا طبعا الانزيمز بتسبيد اب الكيميكال ايه رياكشن. نمبر 50 اخر سؤال، نيم ذا انزيمز ويتش كاتاليتيك ذا اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، ده طبعا الاوكسيدو ريدكتيز انزيمز. شكرا يا جماعه، ونقابلكم ان شاء الله على خير.